تكريم العاملين في الصفوف الأمامية كان عنوان جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي التي اختتمت بنسختها العاشرة في حفل افتراضي، حيث استحقت وزارة الصحة الجائزة لهذا العام نظير الجهود المتواصلة التي قدمتها الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الطبي في ظل الجائحة العالمية. وقد تسلمت الجائزة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة.